تاني جه ضربة الجزاء عمل كده قال بالظبط. لك هو لاعب فكر كويس طيب جدا. هستأذن حضرتك نروح سريعا نستقبل على الهاتف كابتن عبد المنعم شطه احد نجوم النادي الاهلي السابقين. يا كابتن شطه مساء الخير عليك. الو كابتن شطه تحياتي ليك وتحيات كابتن حماده صدقي. اهلا وسهلا. ازيك ازيك يا استاذ امير؟ ازيك يا حماده؟ ازيك كابتن؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. الله يخليك كابتن. يعني اني اكون معاكم ضيف ان شاء الله. احنا اسعد بكل تاكيد وعايزين نستغل فرصه ان حضرتك معانا ونتكلم عن مباراه الاهلي والترجي. المباراه في البدايه كده بما انك احد اللاعبين الكبار في تاريخ النادي الاهلي، شفت المباراه ازاي وتقييمك ليها ايه؟ والله المباراه كانت حياه صعبه، احنا كنا عارفين كويس من الاول انه الاهلي والترجي يعني لقاء ثأري، لان انت عارف ان النادي الاهلي كسبوا في المجموعات بالظبط وصعد كفريق اول، يعني اول مجموعه فبالتالي ده يعتبر يعني من المباريات اللي بتبقى صعبه جدا انك تلعب فريق مرتين ويقابلك في النهائي، دي نمره واحد، يعني عشان الصعوبه فعلا كانت مباراه صعبه جدا. احنا طبعا عندنا شويه مشاكل فنيه كده، انا حماده صدقي اكيد اتكلم عنها لانه حقيقه كان متابع وشايفه كان في التحليل، لكن انا هتكلم على 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 الفار بس. الفار في توضيح حضرتك عايز توضحه اكيد، اتفضل. انا حقيقه بصراحه انا اديت بكام لقاء صحفي كده، لكن وجدت انه الكلام اللي بقوله بتاخد منه الاجزاء وبعد كده. طب عشان اوضح بس يعني عشان اوضح للناس الكلام بتاع حضرتك كان ايه، كان بخصوص ضربتين جزاء النادي الاهلي وبعض التقارير الصحفيه قالت ان حضرتك قلت ان ضربتين جزاء مش صحاح يعني، فاتفضل حضرتك وضح. طبعا عشان بالظبط ضربتين الجزاء صحاح يعني بدليل انه الحكم راح رجع للفار تمام تيقن من الفار انه ضربتين جزاء صحاح، يدل على انه ضربه الجزاء الاولى صحيحه جدا، ايد حارس المرمى كانت دافعه وليد ازارو بشكل تمام. واضح جدا هو تاكد منها وواضح انه قال لهم لا دي ضربه جزاء، والثانيه تاكد منها من المساعد لما بلغه قال له في احتكاك بين وليد ازارو والمدافع، فبالتالي رجع في قراره وادى ضربه جزاء وراح شافها في الفار. فلما انا بقول انه راح شافها في الفار الناس افتكرت ان انا بقول انه دي ضربه جزاء، لا هي ضربه جزاء بدليل انه الحكم جريء جدا، الحكم واثق من نفسه، راح برغم انه في خمسه ست خبراء قاعدين في الفار في الاستوديو، استطاع من خلال تيقن التام وتاكده من اللعبه في الملعب انها تطابقت مع الصوره، فبالتالي انا بوضح بس دي ضربتي الجزاء صحاح بدليل الحكم ما رجعش في قراره مع الفار، دي نمرة واحد. تمام. نمرة اثنين، الفار أصبح دلوقتي بالنسبة للمباريات المهمة دي أصبح يعني لازم يكون في الفار موجود، بس احنا في الاتحاد الأفريقي محتاجين ندرب الحكام بتوعنا بأفضل طريقة سريعة، لأنه يعني أكثر من دقيقتين ودقيقتين ونص كانت الحقيقه فتره طويله تعتبر، المفروض ما تزيدش عن من 40 ل 50 ل 60 ثانيه مراجعه الفار دي، فدي حته مهمه جدا يجب ان تكون يعني بعض الاعتبار، لانه الحقيقه الفار اصبح شيء مهم جدا في تحديد بعض الكرات او اللعبات الصعبه جدا زي ضربه الجزاء لما بالزبط. تكون مثلا هاند بول او تكون مثلا نتيجه تسلل او تكون مثلا نتيجه تخطط المرمى وما تحسبتش، كل الحاجات دي مهمه جدا في الفار. بس احنا محتاجين نتمرن اكثر ويكون عندنا حقيقه اجهزه افضل من الاجهزه دي، لانه حتى التصوير لو لاحظت كابتن حماده ما كانش برضه مساعد الحكم، يعني التصوير ما كانش بالقدر الكافي انه يقدر يشوفها من كام زاويه بالظبط، وبالتالي انا بقول كمان محتاجين لكاميرات زياده من خلال هذه. بس كان في 10 كاميرات يا كابتن شطه متواجدين، ومش شرط ان ال 10 كاميرات دول اللي بيصوروه بيظهر للمشاهدين، يعني ممكن يكون هو شاف بعض اللقطات اللي المشاهدين ما شافوهاش. الانجلز مهمه جدا والزوايا اللي ممكن من خلالها تحدد بعض الالعاب الحقيقه مهمه جدا، ولكن احنا بنقول انه تجربه يعني قد لا تكون يعني مرضيه للترجي، لكنها اثبتت يعني انه الفار حقق للحكم كمان تاكده من هذه ضربتي الجزاء، الثلاث ضربات جزاء صحاحه الحقيقه. طيب ثلاثه مش الاثنين. طيب كابتن شطه ايضا عايز اسالك عن جزئيه وليد ازارو، والبعض قال ان وليد ازارو ممكن يتعرض للايقاف بعد اللقطه المسربه، هي لقطه مش موجوده في شريط المباراه بالمناسبه، يعني هي لقطه مسربه من داخل الكابينه الخاصه بالتصوير المباراه، لكن اللقطه دي ممكن تؤدي لعقوبه لوليد ازارو رغم ان المباراتين لسه ما كملوش، يعني لسه في مباراه اخرى في نفس الدور، ولا بيبقى بعد كل دور بيتم تطبيق بعض العقوبات؟ بما ان طبعا حضرتك يعني احد الكبار اللي كانوا متواجدين في الاتحاد الافريقي. طبعا انا من خلال خبراتي لما تكون في حاجه بالشكل ده بتبقى في شكوى موجوده بتوصل للاتحاد الافريقي،
سكرتير العام بيفتحها بيقراها بيبلغ بيها اللجنه وبعد كده بتجيب الادله اللي انت عايز تعملها. تعالى يا مراقب ادينا التقرير بتاعك، يعني الحكم ادينا تقريرك ورونا اللي حصل ايه، ورونا ايه ماذا تم في هذه الحادثه، هل كانت سوء سلوك ولا هل كان انفعال ولا هل كان سد من المدافع. كل الحاجات دي محتاجه لاثباتات من خلال وثائق ومن خلال حاجات دامغه، حاجات يا صوت وصوره يا تقرير مكتوب من حكم او مراقب معترف به من قبل الاتحاد الافريقي، عشان تبقى العقوبه يعني مرتبطه بخطوات معينه وباسلوب معين. لكن انا من رايي انه هذه اللقطه او هذا الموقف من وليد ازارو محتاج لوقت يعني وقت كبير قبل ما تحس من خلاله انك انت عندك مستندات. بيبقى بعد ما الجوله تخلص ولا لو في مستندات؟ مش هتلحق عشان تجيب شريط المباراه. تمام. الجاردير وتجيب الكابينه من العربيه تطلع شويه يعني كاميرات مكانت مسجله مش على الهواء، في جزء بيسجل على الهواء بالظبط، وفي جزء بيبقى موجود للريبلاي. صح. فتاخد اقل من اسبوعين ثلاثه عشان تستطيع انك انت توقع عقوبة على وليد ازارو لو كان هو ادى هذا السلوك الى سوء سلوك. طيب. او كان هو انفعال نتيجة انه كان منفعل او كان من حقه انه ينفعل. طيب. واقطع التيشيرت ده ما يكونش سوء سلوك، لكن لو عمل هذا الامر عشان يكتسب يعني ضربة جزاء او فاول او طرد لاحد اللاعبين هذا يعتبر سلوك سوء سلوك مشين، وفي عقوبات موجودة في اللائحة صراحة بتعاقب مثل هذه. طيب كابتن شطة، أخيرا رؤيتك لمباراة العودة. والله أنا النهاردة وجدت حاجة جميلة جدا أن هناك تقارب بين الجماهير، وأنه في الاتحاد المصري والاتحاد التونسي عملوا تقريبا اتصالات، وفي هناك نداءات من تونس بتقول دي مباراة يجب أن يكون هناك روح رياضية. بالزبط. بدأت أقرأ الحاجات دي في تونس، وطلبنا من النادي الأهلي والاتحاد المصري أنه برضه يحاول في الفترة الأخيرة دي يعمل تهدئة. حقيقة ما جيبش السنة في لقاءات. بالزبط. كان حقيقة كان على قدر كبير من المسؤولية. قال لك نحن شعب واحد، وإحنا لعبنا مع الأندية التونسية أكثر من عشرات المرات. بعتقد أنه هذا الأمر لن يتجاوز مباراة كرة القدم. هي كانت رسالته واضحة، وأن هم بكل كل احترام للترجي ومن أندية كبيرة في القارة، وده شيء مهم جدا في الفترة الحالية. يجب أن يكون هناك تهدئة، لأنه حقيقة الجماهير هناك مشتعلة جدا حقيقة، يعني خلال صلاتي ان شاء الله الامور تبقى جيده ومناسبه لمباراه نهائيه زي دي. واكيد هتفضل العلاقات يا كابتن شطه ما بين مصر وتونس والاهلاويه والترجويه، ان شاء الله هتفضل علاقات ممتازه، كان مش جيده بس يعني. ان شاء الله. اشكرك على التوضيح واشكرك على تحت الفرصه. شكرا. اشكرك كابتن طبعا عبد المنعم شطه نجم نجوم النادي الاهلي السابق، كان معانا في مداخله.